بمشاركة 30% من داخل وخارج العراق، نظمت مجموعة الثقافة في محافظة المثنى مهرجان السماو السينمائي السابع بحضور عدد كبير من النقاد والفنانين والعشرات من المهتمين بشأن الثقافي والفني. منظمون تحدثوا عن المهرجان الذي عاد بعد توقف دام عامين بسبب الظروف الصحية. مهرجان السماوة السينمائي الدولي السابع يقام في مدينة السماوة بمشاركة 30 فيلم، بينهم أفلام عراقية وأفلام عالمية. عندنا مشتركة بالمهرجان مخرجين مشتركين في أفلامهم من لبنان وسوريا ومصر والكثير من البلدان. حقيقة التنافس راح يكون قوي لأن الأفلام المشاركة هي قوية. هذا مهرجان السماوة السينمائي الدولي السابع، هي الدورة السابعة لهذا المهرجان، وأنا أشوف أنه أكثر المحافظات العراقية ما أقامت لغاية اليوم مهرجان استمر لسبع دورات متتالية. اللي وقف المهرجان جائحة كورونا، وإحنا مثل ما نعرف أنه جائحة كورونا هي وقفت العالم كله، مو بس هذا المهرجان. المهرجان بحسب عدد من المشاركين يعد فرصة مهمة أمام السينمائيين الشباب لعرض أعمالهم والتنافس مع أقرانهم، فضلا عن كونه محطة لخلق جيل سينمائي جديد على مستوى البلد. مهرجان للمسرح ومهرجان للسينما، هذه الدورة السابعة لمهرجان السماوة السينمائي أقيم رغم فقر الإنتاج. يعني بصراحة صار هذه الدورة صارت مثل العمل الشعبي، ونحن نرى انعدام وعدم وجود الدعم الحكومي، لذلك كانت هذه المهرجانات مهمة جدا وعلى الجميع دعمها والوقوف معها من أجل دعم الحركة الشبابية بشكل عام. نذكر أن إدارة المهرجان الذي استمر على مدى 3 أيام شكلت لجنة لاختيار أفضل الأفلام المشاركة، تكونت من رجاء كاظم وحكمة البيضاني ووثاب صقر. لقناة زاغروس تيفي، علي صالح، المثنى.